بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي، فيديو عن الملابس الشتوية النسائي. هنشوف ملابس خروج كاجوال، فساتين، جلابيات، بيجامات شتوية. هنشوف برضو فساتين سواري، فساتين سهرة، فساتين مناسبات، شالات قطيفة، حاجات كتيرة جدا، لانجري برضو. بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي ملابس خروج بتبتدي من 15. الجولة دي في الهرم بلازا. في بقى السويت شيرت ده، اي قطعة من دول على 15، عاملين تخفيضات من 20% لـ80% الملابس الصيفي والشتوي. دي برضو 15. شايفين السويت شيرت ده؟ والله شكله شيك او ما يسواش حق الخياطة يعني. برضو البلوزة اللي جنبه دي على 15. في منها الشكل تاني، موديل تاني اهو. في بقى السويت شيرت ده، ده شتوي 49. في بقى التشكيلة دي 39. ده سويت شيرت بناتي. في بقى اللي هو الجاكت الكاجوال الجنسي ده، ده 39. يا بلاش والله، يا بلاش، والسعر ما يهمناش. هنا 39، التخفيضات على كل انواع الملابس. بصوا الملابس ده ب 35، السويت شيرت ده، ملابس النسائي والاطفال والرجالي، كل انواع الملابس. دي بلايز برضو على 25. هنا على 25، 29. في 39. دي بقى بلايز تيريكو. نشوف بقى البيجامات. دي بيجامات نسائي شتوية، في منها بناتي ونسائي. عاملين تشكيلة ضخمة جدا من الموديلات، حلوة قوي. في 59، 49، و 39. دي قطيفة، دي زي ترنج كده. نشوف بقى الجلابيات. دي جلابيات شتوية. الجلابيات برضو في صيفي وفي شتوية، منزلين تخفيض على كله. الجلابية الصوف دي بتكام؟ ب 29، يا بلاش، 29 ريال. في بقى الجلابية القطيفة اللي جنبيها دي، دي 59. في منها الأحمر والبيج، اللون الأحمر بتاعها اهو، شكلها شياكة برضو. في بقى الجلابية اللي جنبيها دي القطيفة اللي لونها بينك، دي 49، سعرها حلو قوي. الخامة بتاعت القطيفة بتاعتها على فكرة حلوة. الجلابية الكحلي اللي جنبيها دي برضو 49. في بقى تشكيلة من الجلابيات دي، جلابيات بقى عبايات بيتي، دي بكام؟ دي 29، سعرها حلو برضو. شوف الجلابية اللي جنبيها دي، دي 39. في بقى قمصان النوم دي، ده قميص نوم قصير، ده 49. في منه المشجر والسادة،
ده ب 39، لا ده ده ب 25، 25. في بقى قميص النوم بالروب ده، ده ب 79، قميص نوم بالروب قصير. ده ب 25. او اي لانجري من دول ب 25. في بقى الشالات الشتوية دي، في بقى ب 98، ب 114، 138. عندهم اشكال كتير من الشالات. ده ب 87، في منه الكحلي والزيتي. الشال ده نشوف بقى الفساتين. ده بكام؟ ده ب 95، 95 ريال. معقول سعره برضو، في البنفسجي منه واللي هو البينك، وتقريبا في الاسود كمان. 95 ريال، سعره معقول برضو. ده شكل الكمام، شايفين الكمام عاملة ازاي؟ جميل اللون البنفسجي. بصوا، ينفع فستان سهرة، فستان مناسبات، فستان خروج. في بقى تشكيلة الفساتين دي، في منه اللون الزيتي والأحمر. ده بكام؟ ده كان ب 125، سعره حاليا 60، 60 ريال. في بقى العباية السوداء القطيفة دي، في حاجات بقى ب 95، 69. دي فساتين سهرة أو فساتين سواري. عليها تخفيض حلو برضو، هتلاقوا ب 65. شايفين الفستان ده؟ ده فستان مناسبات أو فستان سهرة، فستان أفراح. أدي شكله، تخيلوا ده بكام؟ ب 65، 65 ريال. لأ سعره حلو على فكرة، تقيل ولونه موف، وكله بقى بالترتر كده وخارج النجف. ادي شكله اهو من بعيد، شكله شياكة برضو. في بقى الفساتين دي، دي برضو ب 95، ب 118. دي فساتين صيفي ب 79. في بقى الفساتين القطيفة دي، دي كلها تشكيلة من الفساتين، شكله الشياكة ده برضو. الفستان اللي جنبه ده الأخضر ده ب 45. ده سويت شيرت، دي ملابس خروج. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم بلازا بمدينة الرياض على الملابس الشتوية النسائي. شفنا جلابيات وعبايات، فساتين، ملابس خروج. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا اشتراك ولايك. مع السلامة.